بسم الله. وما زلنا في السلسلة بتاعتنا، ما تستغربش لما تطلب من الدكتور في الصيدلية سنافي أو سياليز، يعني مادة التدلفيل، وفي نفس الوقت معاك روشتة من أخصائي العظام نتيجة عندك لآلام في أسفل الظهر. لقيت هنا الصيدلي بيقول لك والله الأولى فياجرا يعني مادة السلدنافيل، أو ليفيترا يعني مادة الفيردنافيل. إيه بقى الموضوع يا إخوانا؟ كقاعدة أساسية كده، التلات مواد دول، مادة السلدنافيل، مادة التدلافيل، مادة الفيردنافيل، كفاعلية واحدة. إيه الاختلاف؟ ممكن نقول في ثلاث نقط. الأولى التأثر بالطعام، التانية طول المفعول، التالتة وهي اللي هتهمنا هنا بعض الآثار السلبية اللي ممكن تحصل مع واحد ما تحصلش مع التاني. فعندنا أثر سلبي مشهور بيه أكتر مادة التدلفيل اللي هي سنافي وسيالس، اللي هو ايه بقى؟ ألم أسفل الظهر. تخيل حضرتك يمكن 30% من الناس اللي بياخدوا مادة التدلفيل بيجي لهم الموضوع ده. طب أنا عندي المريض جاهز أهو، جاي بألم في أسفل الظهر، أديله حاجة تزود الموضوع ولا أديله حاجة مالهاش علاقة بكده؟ عشان كده اخترنا في الحتة ديت هنا الفياجرا أو الليفترا، إلى حد ما ما بيعملوش الموضوع ده. خلاص؟ لا تنسوا اللايك والشير، نتقابل إن شاء الله الفيديو القادم على خير. شكرا والسلام عليكم.